عتبتب ودلع. ما تقول وما نحبوش يغير، حبو ياسر حزار ويجيني عقب الليل. يا مرا شنو الريحه اللي نشم فيها؟ ليه ليه مش ضبابتك نشم في ريحه شياط من دار الجيرين وجيه ورحمه لله يحصانك جري دار الجيرين. وهذا شنو؟ شنو كعب عظام زيت نقلي فيها شدت لي ما عندي ما نعمل لها. هذه طنجره يا رسول الله، هذه طنجره، هذه طنجره 5 سنين طيب طنجره بركه. ها ليه كليماتيزور هذا؟ بالك شي انا جبته معايا في زهازي. لا بالك شي انا جبته معايا في زهازي. هذا راهو زهازك انت يا مدام. تعرفش كيفاه؟ وجيه ورحمه لل لا عاد ضربه فيها ضرب، لا تطيب ولا غسلين معول ولا غسلين دبش. هيا صليتش على النبي. صلى الله عليه وسلم. حبي. ها حبي. قلت لك ها حبي يجا. انا جيت. اغسل. شنو هيك؟ تليفون. لا لابليكاسيون هيك شنو؟ بالك بهي مهجوم يا ديك. باهي ادخل. شنو تحب انك ما نديو؟ يا اخي تتبهنس عليا تتسكبن عليا، انا نقول لك معاونتي داخل الجوميه بالك ما نعرفهاش. الفه صاحبتي انا الكل يقول لك ما عندي من عندهم. ايش فيك يا دبش؟ ايش فيك يا ما نعرفش بدريات انا يا بارفانات؟ انا نقول لك معاونتي تقول لي دبش. يا حبي جوميه حليب الغوله فيها والغوله بيدها غادي موجوده. ايش هاي هام الكسرونات شنو تحب؟ اختار. خذ لي طناجر هذوك من الفوقانيين. هاي لا مش غلطت، مش هذوك ما مش هذوك. مال شنو؟ شنو هذيك؟ هاي هاو سيرفيس كامل هذا. عيد ميلاد شكون هذاك الفوقاني؟ عيد ميلاد جومي. تكذب عليا. والله عيد ميلاد جومي. والله تكذب عليا. قال لك فما 30% و 40% و 50% و 60%. بالحق حبي. وراس حبي. خذ لنا خذ لنا. صافي صافي صافي. هاي انا كمندينا هذي وهذي وهذي. هاي عادي كومون. وقتاش يجي هذا؟ غمض عينيك. عسلامة عسلامة عسلامة، مرحبا مسيو. عسلامة. لا لا. سلام مسيو. يا اخي سامحني كنت ورا الباب خويا. نو جوست نحن سيرفيس رابيد، دونك انتوما اللي كمانديتو توا في. لحظة ابارامون وغالط في الدار، احنا مازلنا كي كماندينا، شوف الجار الفوقاني. لا انتوما كمانديتو باتري دو كويزين. الفا ديما تاخذ من جوم يا جارتي. لا لا انتوما انتوما. دونك هذه الأمانة نتاعكم وصلت. احنا سيرفيس رابيد. اي يا جومي برحمه امك احنا رانا تو عديناها راه. صدق نحن سيرفيس رابيد يا مسيو. هاو قال لك رابيد رابيد رابيد. دونك خليني نقول ماركه 100% تونسيه وكونسومي تونسي اسمها كوكارت. وزيد نقول لك حاجه اخرى، احسن منتوج اختاروه التوانسه للموسم الرابع على التوالي كوكارت. اللهم صل على سيدنا محمد. دونك انا توم عليا كان نخليكم ونمشي على روحي وربي يفضلكم لبعضكم وتحققوا اي حاجه عايشك. ودخلوا للابليكاسيون جوميا وكمانديو اللي تحبوا عليه انتم. عايشك يرحم والديك يكثر خيرك. ان شاء الله كل عام وجوميا حيه بخير. عايشك عايشك البصل الخام طيب. ايش تعمل باش نطيب انا الفطور؟ لا لا عايشك نحي من يديك مع كوكارت امان. نحب نطيب كان انا. نحي من يديك باش نطيب انا. خم طيب. اسمعني قدرتك قدام الراجل ما تديش تعمل لي كيك تلمبه راهي بتساله. اخرج يا هم. هز عليا ما سمك وما سمعونك. هاو المعون كوكارت بنت الدار عمرها ما حارت. ادلع وطبطب تتقول انا تغيرت علي. نمشي نجيب من الغاز الخضره ونمشي. يعطيكم الصحة الأولاد كما كنتوا تشوفوا جوميا وتواصل في عيد ميلادها وتواصل في التألقات متاعها والسرعة متاع أنك جوميا تكون بحذاك بالبرودوي. اليوم جوميا كانت بحذانا ببرودوي طيارة برشا ينجم يعاون برشا نساء واللي فرحنا. البرودوي هذايا تونسي والبرودوي هذايا متألق اسمه كوكارت والبرودوي هذايا متألق 4 مواسم ورا بعضهم 4 سنين ورا بعضهم يختاروه التوانسة أحسن برودوي في العام. هذا شيء يفرحنا ويخلي عنا ثقة أكثر في كوكارت وثقة أكثر في جوميا. كما تعرفوا كما شفتوا كوكارت عندها اون لارج جام دو برودوي في الكوجينة، تلقاو فيها كل شيء اللي تحقه المرأة في كوجينة، لا كاليتي والسوم المناسب موجود زادة. ونحب نقول لكم زادة مفاجأة اللي كما العادة جوميا باش تربحكم والناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا الليلة تربحكم جوميا.
فما زوزي نجموا يربحوا اون باتري دو كويزين. كي نقول اون باتري دو كويزين معناها كرذونه كامله، انسامبل كامل نتاع كوكارت المعونه هذايا المسخه فيه كل شيء، دونك قيمته 462 دينار. كيفاش تربح؟ يلزمك تدخل توا على الابليكاسيون جوميا وتلوج على تصاور لا باتري دو كويزين هذيا كوكارت اللي يلقاها اللي عليهم لوجو التاسعه، تلقاها هذيك تلقاهم في الكاتيجوري كل تنجم تلقاها في اي كاتيجوري في جوميا. والزوز الاولانيين اللي باش يلقاوها باش يربحوا لا باتري دو كويزين كوكارت. مبروك عليك اي ميرسي جوميا، اي جويز انيفرسير، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. رجعنا مع عبدلي شو تايم، والجو، ورجعنا مع الربح. بنذكركم الليله كما قلت لكم الكرهبه تخرج في اخر الميسيون عندنا مباشره، القرعه باش تسير مع عادل المنف تاعنا سي انيس سوابني، باش تخرج سوزوكي سويفت طياره توت اوبسيون كرهبه يتمناها الناس الكل. لكن قبل هذايا انت ما زلت نجم تلعب على الكرهبه حتى لاخر الميسيون، وعندك حظك انك تربح كيما الناس اللي بعثوا ليهم برشا وشاركوا ليهم برشا. لكن كيفاش تعمل؟ تبعث اكثر ولا اكثر من مره باش تنجم تربح، وتنجم تبعث مره تربح، وتنجم اكثر من مره باش توفر حظوظك وتقوي حظوظك. تبعث حرف ا على 85 899. اهو إذا ليديز اند جنتلمان، حضرات النظارة الكرام، حضرات السادة الأفاضل، ما زال لقاؤنا بكم يتواصل. لنستقبل معكم بكل فخر كوكبا ساطعا بدون أفول في سماء أغنية الراب، نقد لاذع بناء في كل أعماله للأوضاع العامة في البلاد، وهو بالبوماي فوق القمة الشماء، وحب شعبه له يزداد. إلينا وإليكم 50 سنت العرب، صياد الأسود بلا هوادة بلا حدود، الايرون مان والكيك اوف راب كلاي بي بي جي. اهو باب جديد العالي. السلام عليكم. عبد اللي بالبوس عاد في الاخر. Yeah.
بي بي جي عبد اللي ولد حومت خويا مرحبا بك ولد عايش والتيتر الاخراني هذا اللي كنا نسمعه فيه حلو ياسر على مولانا على مولانا ورجوع قوي جدا نجحت عجبت ببليك 6 ملايين فيو 6 ملايين في 10 ايام في 10 ايام في جمعتين في جمعتين في جمعتين ومام تو ميساج قوي كالعادة على مولانا مام هما معناها بيكم ابتلانا والدنيا هي هيك هيك ما فهميش كلام لشكون هذا شكونهم بيكم ابتلانا على مولانا اللي بيهم ابتلانا يعرفوا يعرفوا رباحهم عبارة هذا تيتر يغني فيه الشعب التونسي مش كلاي فهمت الصوت نتاع الشعب التونسي بشكون ابتلاهم كنا نعرف هذه جوها فيراج شوية زيادة ولد راكي فيه يا أخي فيراج ولد فيراج قبل ما نكون رابير مني أنا عمري 10 سنين في معناها الفيراج تنجم تجي مع كلتير الراب تخدم مع بعضها هي اللون ترى هي كونتر معناها الإعلام وكونتر حاجات هذوما أنا أخويا شو عمل تخذيت الروح متاع الفيراج اللي كابر فيها قبل ما نولي رابير وخذيت معناها التجربة اللي عندي في الراب وعملنا خلطة وعجبت الشعب على الأخر الحمد لله وموش في تونس بركة معنا انت تجيك بريود تبلبس ايه تكلاشي ودنيا تجيك بريود تعمل غناء غناء للناس لا هي معناها المقولة صحيحة يجي هما بريود يسيبوني في حالي وتجي بريود يبربشون اه اصح ونبربشوك نلقاوك ولا شنو كي تبربشيني تلقيني انا هاني خويا بيسي لا نياتي ما يخالف ذلك ديما هكا كمان نبداش بالعيبه ما نكمل فيها اي اخر مره جيت قلت ما عادش باش كلاشي رابوريت وباش نرجع لكلاسي سيستم انا قلت لك عيب معناها الكلاش بين الرابوريت ماهوش معناها عيب وديجا انا ملي خرجت من المشكله الاخرى ما عادش نكلاشي في الرابوريت واللي قلته ماشي فيه اما كان واحد لزلي على الاخر وقتها نعمله معناها استينات فما رابوريت مثلا تعهدت معاش حتى كان بشي يلزولك ماكش باش لا حتى كان باش يلزولي شنيا كان باش نقول لك باش يلزولي كل معناها فهمت صافي انا يعني مش باش نبدا بالعيب وصحابي معناها كله وبديت فيه البي وانا معناها مش باش نستنى منهم معناها عاد شفناك زاد هبطت تعاطفت مع علاء وقت وقفوه هي وماهيش مزيان ومع اي معناها رابير متعاركه معاه ولا مش متعاركه معاه قلت لك عباره احنا خويات انت معناها كي تتعاطف مع اخوك يا اخي نوليو نتعاطفوا مع اي واحد طيحوه على جونتا وطيحوه على زطله ودنيا واحد لا مش لا مش مع اي واحد طيحوه مع اي واحد حبوا معناها يلفقوا له تفرق هذا عمل خلص ما فما حتى واحد فوق ما فوق معناها القانون ومش معناها مع رابيريت بركه حتى معناها مع عباد مظلومين ومن الحوم من برشا حوم وهبطنا وتعاطفنا معاهم فهمت مش معناها حاصرين عاملين نحن شعب نحاميو على رابيريت على اي عبد مظلوم من حومه زوالي فهمت لا خطا والعبيد ولا يقولوا المشهور يدخل يتصيبوا الزوالي يروا هاكا يوقفوا مع فنانين ويوقفوا مع رابوريت باهي هذايا معناها نجاوبك انا اللي راهو المشهور هذاك الرابور الصوت نتاع ولد حومته اللي ما عندوش صوت يعني انت كي تقول لك عباره جيت انت قلت تحامي علي يحامي علي انا رانا كنا مع بعضنا في الراب المشهور في الراب مش كيما مشهور في اي فن اخر علي. المشهور في الراب والحومه باللي باش تشهر القضيه نتاعو الاولى الظلم لا ويحب يصلح حال بلاده اما ما يصلح حال بلاده الا ما يبدا بوليدات حومته باللي ما عندهم الصوت ويزم رابوري بولق انا معناها في تونس على حسب اللي عايشين فيه جيتنا باللطف كي الشعب التونسي يكون ماهوش يبولق بالحق والله العظيم صح انا يقولوا لي اللي مثلا كلاي بي بي جي معناها حتى الشراب ما يشربش وما يتكيفش وما يدور بشيء سبورتيف و لا ما عادش سبورتيف ويا غرته ودنيا سبور معناها لا كنت في العزوبيه اللي تتخيل عليه انت وديجا قايل وين علاش على خاطر انا كي مجرب حاجه خايبه واللي يسمع فيا ماهوش مجربها نجي نقول له راني صبحت وكميت وعملت اما ما لقيت الراحه في حياتي كان كي مشيت للجامعه صليت هو في عودي يصبح ويكمي كيفي انا يقص قصه عربي ويمشي للجامعه يصلي مش نشجع فيه اي ايش تكيف فهمت اي ما موضوع هذا فيه برشا نفاق في تونس وصعيب السياسيين قالوا باش يبدلوا القانون ويجا نتقابلوا ويجا لي جور باش يبدلوا القانون وباش يخفوا في قانون الزطله وباش يطيحوا لا عندك القضايا لا عندك القضايا نتاع الزطله من اللي كان السبسي الله يرحمه حي اي عبد يحب يجيب معناها باش يكسب اكثر معناها اصوات يقول لهم انا كي باش نشد رئيس باش نصيب لك الزطله انا معناها حاجه من الحاجات اللي نحبوهم يعملوها واللي هي الاخره اما معناها وفر انت مواطن شغل شوف انت حلول للبلاد ومنها في الاخر بعد ما تلقى هذا ونلقاه ما ناكلوا في كروسنا نخموا معناها في ريوسنا فهمت فهمتك اما ما فماش الباز
ما تنجمش تبني طاقة ثانية ما فماش السيارة. نرجعوا لموسيقتنا. بعد التيتر متاع على مولانا خرجت تيتر السبيحية أنت وتاتي. السبيحية. والكلمة ذي ولا تتقلق نهارين وتسيست. ولا تتقلق؟ تقلق نهارين وتسيست. يعني نهارين وقتاش فانا عام ما سيرش طبعا. سنة. سنة. في 2020. إيه. ولا تفهم الليحة بتاع. أنا في 2017 عندي تيتر اسمه فليقة ونحكي على نفس الموضوع. قبل ما برشا احزاب يخموا باش يعملوا حزب وباش يقدموا روحهم للانتخابات هما جاوا خذوا حاجه من اللي نوصل فيها انا وعملوا لها الاطار نتاعها ولبسوها هما اما انا في نظري انا اي سياسي في تونس صبايحي هذوما هما اللي ما في بالهمش بيهم هم. انا مش صبايحي يعني كون ليه بعد معناها تخون معناها انت في البلاد وتحلف بالكذب صبايح ماكش قاسي شويه فماش سياسيين باهين ناس كل خايبين لا اغزل الى حد الساعه معناها هذا ما فماش سياسي اللي وعد بيه عامله يعني في نظري انا كلهم خايبين وريني حاجه خلينا نشوف هكا شويه تو نحاول معناها نصدقك شويه مثلا اما كلهم بش اذاعه بش تبارك الله محتله الساعه السياسيه على الاخر يعني هذايا معناها الموضوع مش تو والتيتر هذايا متسجل عنده برشا وبار ارجع معناها ل 2018 تلقى تيتر معناها انت فلاقه اسم قبل الحمله الانتخابيه في غنيه السبيحيه كلاي رجعت للبوليميك اللي صارت على بورقيبه وجبت على السوجي وموقفك من بورقيبه انت ما عشتش في عهد بورقيبه انت قداش عمرك في عهد خلطت على عهد بورقيبه صحيح هذايا كان علاش ما نجيش معناها باش نمن بعبد ما خلطتش عليه فما مؤرخين فما ناس تحكي فما على فما زاد مؤرخين وما نحلوهوش مره اخرى عبدالي الموضوع هذا على خاطر اخر مره جابت لي يومي قفه فهمت ما نعاودوش مره اخرى باش ما تربخش اما هاني باش نعطيك الخلاصه كيما هما عندهم الحق باش يعتقدوا هكاكا كيما انا عندي الحق ورايي فهمتني والموضوع هذا جاوا عباد ركبوا عليه انا من 2016 انت كان فهمتك مليح وزيد وضح لي انت ضد تقديس الشخص مش ضد الشخص انا مانيش كونتر الشخص بيدو انا ضد تجي تقول هذايا زعيم معناها تونس الكل كونتر اي معناها عبد حتى معناها رئيس جديد وباش يعمل الباهي ما تقولش عليه زعيم خدم البلاد بنصيحه مشى المهمه نتاعو الوطنيه والواجب الوطني عملوا على معناها احسن معناها وجه رئيس سابق يعني انا مش نقول لك هذاك اي زعيم فما تقول لهم ليه ولديهم ليه اسمعني باش نعطيك حاجه باش نعطيك سؤالي باش نقلب لك المنظومه كي ناس اليوم جات فئه معينه تحب ياسر كلاي وقالوا زعيم الراب هذا بعد 10 سنين كلاي زعيم الراب بعد 10 سنين يجي سامحني باش يجي وشكون يجي راب الاخر يقول لا ماهوش زعيم نحن نعتبروا زعيم الراب يجي راب الاخر يقول لا مش زعيم هذه الكلمه انت اللي قلتها بها معناها هيك مش تعودها قلت لي انت يجيوا عباد ويقولوا هذا زعيم يرحم والديهم الراي نتاعهم ونقدروا كما انا من العباد اللي يقول هذاك ماهوش زعيم هما زاده يقولوا يرحم والديه ونقدروا الراي نتاعه راني مانيش في حرب معاهم فهم هما عملوها حرب معناها لا انت تفرض رايك ولا هما يفرضوا رايك لا حتى واحد ما يفرض رايه انت يمن بيه زعيم على روحك وانا ما نمنش بيه زعيم على روحي مش ليه ماهوش زعيم ونفرض عليه باش يكون ماهوش زعيم حق ولا باهي نفرض ونحطوك انت زعيم في تونس وكلاي يشد الحكم اول قرار شنو هو؟ كلاي تحطه يشد الحكم ما تحطوش زعيم على خاطر حتى كلاي ما يجيش زعيم خلينا من زعيم انت شديت رئيس حكومه اليوم اول قرار كلاي ايش يعمل؟ تخلي القصر اعطيني زوز ولا ثلاثه القرارات الاولانيين تعمل الاول خمم مش تفدليك راهو في بالي مش معناها تندرى شنو هو مش تفدليك انت اليوم رايك كي جيت انا هوني مانيش مفدلك انا معناها اول حاجه اللي نحب نبدلها على الاخر واللي نحب نوفر للجينيراسيون الجايه اللي ما لقيتوش انا اللي هي التعليم في تونس الاولاني علاش على خاطر انا واحد معناها من الناس كان لقيت ظروف معينه وكان لقيت حاجات اللي تحببني في التعليم اللي انا من عيله زويه قبل والحمد لله فما حاجات اللي ما قدرتش عليهم انا نحب نوفر اللي ما لقيتوش انا للجينيراسيون الجايه واول حاجه اللي معناها حابب باش نخدم عليها التعليم. باهي ثاني حاجه سيد الرئيس. لا مانيش رئيس قلت لك قلنا في لو سيد الرئيس اول حاجه اخويا التعليم ثاني حاجه الصحه صح
صحه صحه الناس لا لا صحه صحه وزاره الصحه والدومين نتاع الصحه جنب على خاطر رينا كي حاجه تركب ما لقيناهم كانوا هما صح بيه. ما كناش نستناو في ريبونس سيريوز هكا راني انا بدي مبهور بيك التعليم صح كي بالرسمي على خاطر هذاك راني يغزل لي راني قاعد نكتشف فيك لا اخر انا قاعد انت معناها تكتشف في اللي قاعد نحكي فيه انا تو هذا هو الميساج نتاعي انا مثلا قلت لتونس تونس معناها ما قريتش وما تعلمتش دروس الدنيا من الشارع تعلمت من الشارع ما تعلمتش من عند انيستي انا ماذا بيا نلقى الجينيراسيون الجايه انيستي اللي يضربوا بها المثل عكسي انا فاهم به ثالثه الاخرى ثلاثه الغرام نتاعي سبور البوكس قبل زاده كان لقيت حاجات تكمل دونك في السبور وزاره الرياضه لا مش الوزاره وزاره التعليم وزاره الصحه وزاره الرياضه وزاره الرياضه الفن وكل تبارك الله عليها على الاخر جاوب يعني. بون خويا كلاي انت ما جيتش وحدك. معك فنان خدمت معاه تيتر المليون. فارس بارودي خدمت معاه تيتر ومازال ما زلت باش تخدم مع فارس. برشا برشا خدم. صوت حلو وزيد ولد حومتنا نستقبلوا بعضنا فارس البارودي. من هنا هاو من هنا جاه من منك فارس بارودي شنحوالك صح الحمد لله بس نعرفك ما نعرفش وين ريتك بخلاف الغناء والدنيا والجو ما نعرفش وين ريتك الله بعد سلام وين يسكن هذا بالضبط ولد حومتنا كاين ياك بحذاك شوي كاين بزنقه زنقتي انا وزنقته هو حتى ما نعرفش زنقته هو وين مع بعض نعرف فرد زنقه انتم تسكنوا فرد زنقه سير 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 ما نتصوركش كلاي خدمت مع فارس خاطر ولد حومتك ليه انا بدي انا بدي تفاجئت كريت معك فارس معناها ما تصورش كل سمعت صوته معناها يعني كان انا على خاطر ولد حومتي مش باش يقنع الناس وانا راهو تفاجئت بيك انك تغني فارس نعرفه جوار بتاع كوره تعرفني كوره و... نعرفه كوارج وله يبدو الدنيا واحد خذيت وقتها الكوره ومشيت كورت في المرسى كورت في الترجي كورت في استاد اي كورت في تبرقه مرجان رياضي تبرقه بالسرقه عليا قاعد تغني بالسرقه علينا في الحومه ما نعرفوش ولا انا في بالي هو في باله من الاول راني نغني حتى في الحومه نقعد كي مع الاولاد نتحرك في بلاي ساعات نطلع في تبدا فما في الدار فرح ولا حاجه نغني اما بيني وبين روحي ومع الكوره بدات تاخذ وقتها وعطيتها برشا وقت وتعبت معاها انا ما هي الوجيعه تعمل تلزق شويه للفن الوجيعه شنو؟ الوجيعه مو خاطر كي يتعب واحد على حاجه كرة. وما يوصل لها صح يتعب فيها واعطى فيها وانت تعرف لطفي كنت تعيش في الحومه وتراني قداش مره نخرج نترين أي. الحاجه ديما نعطيها كاره وتعلمت منها برشا حاجات تمام ما وصلناش هذيك بكتبه رب فهمت انا عندي حاجه اللي انا نجم نغني انا نعرف نغني وكيف جيت تسمع برشا ديسيزيون معك لا الفكره من الاول احمد ما يعرفنيش راهو نغني من الاول يعرفني غني معناها يعرفني غني في حاجه اخرى جمله ستيل 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 اخر جمله فهمت وانا ما حبيتش نوريه اللي انا نعرف نغني حتى لين انا بيني وبين روحي نقنع روحي الحاجه من الحاجه اللي نعمل فيها من الحاجه اللي اخترتها ومن بعد تو كي توصل له تو هو يعرف وحده اللي انا عندي ولا ما عنديش يعني من غير عاطفه معناها وهذاك اللي صار فماش برسمك ولد حومتك وقف معايا انا ليه ولد حومتي وقف معايا علاش على خاطر باش نمشي بالعاطفه باش نضر روحي باش نخرج تيتر متوسط في النيفو هذا خايب يعني بالرسم فنان معناها تيتر اللي خدمتوه مع بعضكم عملت 3 ملايين اي مش بالفيات تيتر... اقنع 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 الناس الكل هي 3 ملايين كوميم ولا هي عمل 3 ملايين معناها تسمى خطوه طول عمل الخطوه به طول عمل الخطوه به على خاطر انا معناها مستحقه في التيتر هذاك يعني انا اللي استحقيته بالصوت اللي عنده باش يشد لي رفران علاش خاطر ما نحبش نعمل بالاوتوتيون مش نغنيها انا مش خويا زيونا من الحديث خلينا نسمعوا خدمتكم الجديده مع بعضكم اي ومعنا ايش عندك؟ ناس معنا اي رولي اي مش انا نتاعي معنا جوك زاد من التشكيله ومن بعد شطر باهي سمعونا خويا ومن بعد اني اني بحثي نسمعوك يا خويا نسمعوك
مرحبا بك. صح عشوائي الغد عايش عشوائي. قل لك لا يقدم لي صديقنا مروان جوك عطاوه هو عادي يقدم روحه صار قدم لنا روحك ستيفي خويا الغالي مروان الجوك وضحك خضره ونسكن فريق مساحه كيفاش صارت العلاقه باش والله يا بحميد جي الاستوديو وين نخدم انا حاصيلو في البرو تاع منام دي ام سي العصابه نتاع منام دي ام سي ولا معانا في البرود و جونا بيع على الاخر معناها تو انت وليت عامل عصابه كلاي عصابه منعم وليت انا معاها وعندي زاد عصابه مع بعضنا زوز عصابات في عصابه ما نتفهم شيء حاصيلو متى كلاي ما تخدمش مع اللي يجي كيفاش تخدم مع منعم ماهوش اللي يجي منعم خد منعم قال لي كلمه في الكواليس ما نسيتهاش قعدت تزن في وزن قال لي كلاي الوحيد ما غدرنيش على خاطرني مغدور برشا على خاطرني مغدور برشا ما تقدرش عاد واحد معناها ما موش معناها باش نرضى لغيري اللي صار لي لايان ولايامات بيناتنا كان بيناتنا حاجه باش يجي هو في البلاتو هذا باش يعطيني نتاع ناوي تشوف روحك تكمل في الهيب هوب والجو هذا ولا نشوفوا نشوف روحي نكمل بالكدا بالكدا زاد وفما برشا حاجات في ثنيه عندي الستيل نتاعو باش يفسروا لك هو الستيل نتاعي انا خويا نشانتي فهمت انا اخترت باش نشانتي على التراب فهمتك نشوف في روحي كي ندخل كي نشد الموسيقى تراب ونغني عليها نلقى فيها برشا حاجات اللي ما سمعتهمش وذني قبل في الموسيقى وما سمعهمش فهمت ما نحبش نقول لك حاجه جديده باش ما نقول لك اي واحد يبدا طالع نعمل في حاجه جديده نحكي لك اللي فهم فهمت زيد راني كي نحب الرابي ولا بيني وبين روحي كي نحب الرابي نعرف الرابي انا بالكدا فهمت اما انا اخترت خاطر عندي حاجه عندي نعرف نغني قلت لك صوتي تحب من حتى معناها من 1 مليون مع احمد وفي التوا في الاغنيه هذيا وما حسنش في الصوت نتاعو باللوتو فما صوت فما صوت فما فهمتك فما موجود نحب نوظفوا على التراب على الجو نتاع الراب معناها كي باش نوصل العب باش يسمع حاجه محلاه يعني يمكن خاطر بعد معناها يمكن خاطر العباد معناها باش تلقاه عامل هربه اخرى ستيل اخر صحيح ممكن خلي زيد سامحوني قصيت عليكم وما نعرف لي عندكم تيتر جديد مع بعضكم عندنا برشا خدمه انا واحمد مع بعض انا لا بنهار الخميس بشاب تيتر اللي انا وشابه باش نسمعهم لك من بعد زيد والعصابه هذا معناها مع بعضنا احنا فهمت يعني نفيت انا وفارس انا وجوك انا وشابه فهمت يعني مش كلاي فايت معاهم العصابه نتاعي انا التشكيله نتاعي انا رابريت نتاع اليوم ونتاع غدوه ان شاء الله زيد اما اكون متاكد اللي راهو اما النيفو طاير علاش على خاطر منعم انا كي مشيت معناها الاستوديو نتاع منعم لقيت السيد خادم خدمه مع معناها الاولاد جوك شابه كعب مع الاولاد ثلاث سنين يخدموا ويسجلوا وما خرجوا حتى تيتر يعني الباك جراوند في حاجه اليوم كلاي للناس اخرى شنو في حاجه اليوم كلاي الراب التونسي في حاجه كونه كلاي والاسامي الكبار والكبير ربي يتعاملوا مع الناس الاخرى اللي عندهم نيفو باش الراب التونسي ما يموتش علاش على خاطر انا سيبون قريب معناها نكمل نقعد انا وحدي معناها في السوق ونخدم ونفك لهذا ليه افرج تلقى صاحبي معناها تضغط واللي عنده شمعه باش نسكروا عليها باش يطفي واش معناها كل ليجا شعل وكي نجي باش نطفي انا شعل يد سي كلاي فما البوم جديد زاده في الثنيه البوم جديد ان شاء الله فما برشا موسيقى والبوم جديد وفما الذبانه انا كل شيء خبيه معناها بالنسبه للالبوم الجديد ان شاء الله شهرين ثلاثة يبدأ حاضر ألبوم اسمه شهرين ثلاثة مش برشا؟ لا شهرين ثلاثة بشابت مع بعضه مش بشابت بالتيتر فهم ألبوم معناه اسمه أخويا زي ما كان الزمان والمكان مع بعضهم شي يخرجوا زي ما كان زي ما كان من المتاهة للزي ما كان زي ما كان في الأخر كي باش ديما مفصل. مدخلنا بعضنا ديما أي ما سيرش لازم ديما مخلوطنا لازم هكاك التشويق لازم ومن هنا اللي معناها بعد معناها ما نكملوا خدمة السيف نكملوا معناها السيزون في نوفمبر كيك ان شاء الله باش يهبط البركان اثنين اطول تيتر راب اطول تيتر من غير الرفران في تونس نص ساعه باش سكتنا كان ربي اما في النص ساعه هذيك كل ثلاثه دقائق باش تقلب موزيك هارد معناها كي نقولوا بركان البركان الاولاني يتسمى هارد الثاني اللطف يا ربي فهمتني اما في البركان اثنين باش نلقاو النص ساعه هذايا كيفاه كل ثلاثه دقائق باش تقلب موزيك يعني كي كل ثلاثه دقائق باش تقلب موزيك عندنا 10 معناها قلبات 10 موسيقات عبارة معناها ألبوم في التيتر تابع بعضه ويحكي في حكاية واحدة كلاي حبك سمعني حاجة مع الأولاد في اللايف من الموسيقى اللي مش تهبط ولا بدا بالرسم فما فازة في اللايف مع فارس نسمعوكم مثال سمعوني مع فارس في اللايف
قولي خلينا من الدنيا وعدينا اكثر من كارها واه يا يا قلبي واه جربنا الخلطة حتى اللي متكوينا بارها واه يا يا صاحبي واه ما زلت مصافي الناس اللي رضوا لك المدارة يا قلبي واه واحد من 12 مليون في البلاد نمثل الناس في حلقة الزيت نقول لي نحب ما نعرف سكاتو ما على بالي حتى قناة جيبها صفر سياسيين ونزيد نركز سياسيات نحب نسمع اجاباتهم عندي ليهم سؤالات قول لي شكون قتل عمر شكون اللي معايشنا في خطر شكون اللي فاخ ونزر وشكون وصل دنقير للكبر شكون اللي قتل الشعب والشر شكون اللي خلى نسى سبالة جواعة كيف الموت حضر نكره الفرق الحزبية هما هذيك العقلية كونتر السياسيين بالنسبة لي كل صبيحية يا خذينا من الدنيا وعطينا أكثر من كارها واه يا يا قلبي واه جربنا الخلطة حتى لين تكوينا بارها واه يا يا صاحبي واه ما زلت نصافي الناس اللي رضوا لك مدارها ما زلت تسلط وتحب تعاود الكارها وما تعلمتش من اللي شغالك أول مرة واه يا يا قلبي واه برافو عليكم الاولاد نعرف اللي مش سهلة سي بريس كان فري ستايل بريسك معناها ربع ساعة عمره معناها بارولا معناها مازال كي تكتب في الدروج كتبت وانا جديد وبنان التيتر هذا باش يهبط ولا هذا على خاطرك انت كي نعرف كي نجيو لولد حومتنا ننوروه بحاجة مش والله نورتوني ولا العادية عملنا يا رب تيتي هذيك ما هبطناهاش تيتر خليناها جيست العبد اللي شو تايم يرحم والديكم صاحبي عايش صاحبي ومازال ما خير منه مازال ما خير منه انا باش نودك باش حاجة زادة ممكن مش تعجبك برشا اما النية صاف النية صاف النية صاف يا شرب يا لك مالك النية صاف شكون جانا لهنا وقال عندي قضية مع كلاي بي بي جي قضية والنية صاف مرحبا بيه شكون هذا جاب القاضي معاه في ديه راهو القفة في يديك حتى انت خويا انا من لوحك نستقبلوا بصيد الرئيس القاضي الزعتوتة اهلا وسهلا تحيي الجمهور شكرا اهو احترم نفسك سيدي تخدم تخلص باش تذيحك سيبو شيبة أصبغ الشيبة تفضل سلام السيد القاضي مرحبا بك توا عرفت لا فاز انا تفضل بلاستيك سلم 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 انا مش نقفف جوست خاطرني ما تعرفني ما عنديش مشاكل وقضايا باش نقولوهم سي لطفي العدل باش نقولوهم طيب جايك انا جاي ليك انت انا مساس ها ورجع انا رجع ما قديتش روحك راهو غشش على المهنة متاعو نقابة شوشيش شو اسمها؟ شواشيش نقابة شواشين شكل بيك شواشين بتاع الشاشيات سبونسوريزي ايه بيه ها بلاي باك يا سيدي ديما تغني تقول الحكومة نعطيك الخمسة كيلو نعطيك الخمسة كيلو الحكومة وزنت السلعة اللي عندك قد أربعة كيلو شنية السلعة والكيلو الاخر وين مشي مهم الكيلو الاخر وين مشي الدولة اولى بيه صحيح سيدك وعدتها بخمسة كيلو تعطيهم خمسة كيلو وينهم خمسة كيلو مشي ومنهم اربعة للحكومة واحد للمعارض باش ما تقعدش بلاش واحد المعارض واحد هيا منعنا من كيلو ارحم والديك والدينا والديك باش ما نعطيه ليكش ليك انت الكيلو هيا ما نحبش قاضي قل له جايك سيدي انت هاي بك الله سيدي انت عندك قضية في المهم تحالش مخصية عم قضية في انتحال انتحال ايش اخذ في بلاصه قاضي هذا انتحال شخصي صحيح كيك نحبك شرس كيفي انتحال شخصيه فما شكون شاكي بيك وعندنا دليل اللي ماكش انت اش كيفاش انت مش انت كيفاش سيد قاضي معناها هذا مشكلاي هذا سابغ روحه ولا عامل قنيع قاقيني مي قينا تفضل سيكلاي بي بي جي الحقيقي بالله تفضل سيكلاي السلام عليكم صاحبي وينك صباح خويا بس عليك لاباس شو الامور سلام غوريلا عسلامة سيكلاي احنا نحبوك سيكلاي
نحبوك وضحوا لي طول ما يخدمش معايا هذاك انا احنا نحبوك اسمعني اسمعني سيد الرئيس تفضل سيد الرئيس سرق لي ولاد اصحابي كنت انا باش نفيت معاهم صاحبي تضحكك لا يا سيد يا سيد تحترم نفسك نسيح قاضي انا نسيت سيد قاضي خلينا نشوفوا سيد الرئيس خويا دليل فكهولي فهمتني صاحبي ولاد هذا في راس كان باش يفيت معايا صاحبي سرقهولي خويا وانا نحب اليوم ينحي قناعي قدام الناس الكل صاحبي قدام 35 مليون انت كلاي انا احمد كلاي بيبي جي هو سرق لي سيدي باش نمر للمفاكحه المكافحه ترى سيدي قول بوماي شبال اليزي بوماي بوماي اليزي بوماي تفضل قولها يا مبحار ما نجمش يقولها سيد الرئيس ترى سمعني كلاي انا مصدقك تفضل قول اليزي بوماي كهو قول بالسياسه ولا بالقول قولها بكلاي اليزي بوماي بري ليه مش انت سيد الرئيس مش انت سرقها مني جدا مصدقك هذا ماهوش دليل ماهوش دليل ما مرأة عادنا فمش حاجة سيدي عطيني هكا غنادي صاحبي دور سيجاروك ورفة واحد الموسيقى واسمة سبع سنين تاني نرجع شوف حب شوف القلقة لك ما نطب اسمها زربة زربة شنو الزربة صاحبي لحظة ليك فضل عطيني الغناء كان يغني فيها هو ساعة تراه سيكلاي مع الدنيا خدنا سيرا عشنا سودة بين الضيبة وقتنا في الموسيقى ما ضاع صوتنا محسن شكرا شكرا عايشك عايشك مش في الاستوديو لي مش كيما كلاي هذي كلاي يقول في كلاي هو كلاي أصح خدنا سيرا عشنا سودة بين الضيبة وقتي في الموسيقى ما ضاع صوتي محسن لكل بيقة الراب غرام ليس قيطة ما عملناهوش هوش بيطمة حسي ما الأمر لكم رسالة وبعد رجع في الانتر فما حاجة نعملها نعرف بها كلاي المقيقي الحقيقي الكلاي الحقيقي عنده فلو فلوس وفلو فلو فلو زو عنده الفلوس زيد عنده انا نعرف سيدي اعطيني الفلو نتاع كلاي سي كلاي انا مقام كله يضحك سيد الرئيس معروفة ضحكتي انا سيد الرئيس كلاي يضحك كره صاحبي هيا ضحكتك صح هذايا باش نعملوا بها الخدمة الميسيك خدمة الكيبان سوينغ 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 اعطينا سوينغ اعطينا فلوس سوينغ سوينغ الزربة صاحبي لحظة برك ما تعرفش اسمه ليه صاحبي هكا توا سرقيني حتى سوينغ نتاعي ما عليناش اعطينا سبع عليك مني ما تكسب برشا من كلاي ابو الغضب بدك لك قفت بردات شدهم على بالك الحكومه ما عرف بينهم حد ايزي اليزي بوماي هذيك الزربه تاعي صح تفضل انت اعطينا الرقم تاعك نعرف حد انا نعملها صادق صديق تفضل الراب دابا دابا ولا راب يبارك كانت فيك برا الخبر انك عشاك انا نصدق انت ما نسمتك انا كبصتك كذا 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 بشيك بيجي شنا غير انا وتفنع جرمه دابا بينهم دار الصنم مسخر وقطع بكل ورق كل عملت صنعك بس انا في الاشاره قضيه كل فرق فقد اختبرنا مره لطف عليك يزيك لطف عليك اهوى لا يصحيح يلا اعطيه سيد الرئيس اعتبالك مني بركه فيك حسي ما الامر استنى سيد الرئيس اعطيه الشوز شكي كلاي زدتها الفازه مني قلت لك ما تزيدين صح طبعا لك منك كذا مزج كم هيك كذا عندك في كذا سنة في مزج كذا في كذا حكومة في تبتدي تقول لي قد سبت تبتدي تقول لي هندي هذا أسكت وفي حسين أنا الحقيقة كنت من الأول تخيل أنك لا توعد مهما حتى أنا شو ما عمري شهيد سيد الرئيس معايا شهيد في سكاي كلم جيجيا كلم جيجيا جيجيا أخويا معايا هو بشي يدل خاطر تو ما تعرف تكون في المو ما ينجمش يجي صاحبي فهمتني يا جيجيا برسمك أنا شكون يا ريدلي نصرف الله فيني هذا هو صحيح وذاك هو غلط اني قلت لك يا لطفي اللي بلال صحيح يا ريت اللي بلال ريتو بلال واحد 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 اللي بلال صحيح كهو 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 اسمع ليه اسمع معانو صح سلبقت روحك وحدك لكن يا سلام السلام على المجرمين باش نعطي حكمي حمكت حمكت المحكمة الرعاة حكمت المحكمة حكمت المحكمة ما نسمعوك تغني سيدي طول طون طول طون لحظة ما نسمعوك فما سلعة شميت درشنو قبيلة استنشقت سلعة أهم هذي اشتقت يعني باللوز أنا بيدي باش نحاسب روحي زادة باش نمشي نفع بروحي قضية أنا بشو هنعوم عايشك تفضل سيدي لطفي سامع عدم سامع اش من عزيمه الا سلعه الهم هاي ما عادش تعمل انت كشاوي وش سيد الرئيس يا سيد الرئيس حقي يا سيد الرئيس الولاد يعطيكم الصحه ميرسي بكون خلي لكم كلمه الختام كلاي كلمة الختام اللي معناها موجهة لشعب البوماير وفما برشا جديد في الثنية الزمكان كما قلنا البركان الاثنين
ولا لا والدنيا زاد مدعوك جمعة جاية تيتر مع شابة في تونيك مع الغادي في تونيك مع مورو رابير مروكي بالمناسبة معناها تحية تحية ليه وفي التيرينج زاد مع ريان يوسف ودي الديكاس شمس الدين النفوسي زاد صاحبي واللي نخدم معاه فما في التيرينج مع رابير عالمي كلاي ولا رابير عالمي في السطرة خليها ما نوعدك معناها كي باش يصير في التيرينج هذا باش نجيبه معايا وهوني الولد حومت عايشك صاحبي جاوبك بيه ميكرو اعطيه ميكرو نشكر رحمة خويا ومرحبا بي ام سي والكيب نتاعنا الكل وامي وبابا خويا وليد حومتي الكل وعندي تيتا نهار لحد يهبط زاد ان شاء الله خويا ربي يوفقك نقولوا نحب نسلم على الناس الكل اللي تسمع في اللي معناها تسمع لي في الموسيقى نتاعي وتتبع فيا ملي انا بديت معناها نهبط والناس اللي شجعتني ودزتني كل ما نحب نسمي حتى اسم على خاطر ننسى ما نحب نعطي حق الناس الكل اما الناس الكل راني نحبهم والناس الكل راني متفكرهم ونحب واحد بركه ان شاء الله ربي يخلص وحله وان شاء الله ربي معاه سامح مرشد دراغون ولد حومتنا ان شاء الله ربي يخلص وحله وسيبوه طفل راه مازال في عمره معناها خليه يعيش شويه ان شاء الله ربي معاه ربي يخلص وحل الناس المظلومين الكل ميرسي الاولاد يعطيكم الصحه سامحوني القعده حلوه معاكم الوقت حتى انت زاد يزك لا يزك الوحده ذيك اللي تيحلك صح ثم اقعدوا معنا فصل ثم نعود مسمي بسم الله ونفحش وخلي يقولوا قلبك صح وما عادش يتوحش وما لزو يحبوك تولي ما توحش تتبدل وجوه اي تتبدل وجوه مارك وحفر والبلاد يحبوك الكوري ما لقيت وين انطلو نستنبط باش نقضي اموري لي حب على الكل خلى الكل وكاتبها في ستوري والود ما يبقى لو كان حجر نستنى في دوري ركح في الدنيا مبلغها فمشي مدرومني مكبش في بحثي ما نسلم لي للموت تزورني حمد ولا رضيتها كسبع وعمرها مدخوني امي انت يا غالي على جلب نصوب مدروني نسمي بسم الله ونفحش وخلي قولا قلبك صح وما عادش يتوحش وما نفسه يحبوك تولي متوحش تتبدل وجوه اي تتبدل وجوه خليه يتكلم في ظهري خليه يقول له وش يهم خليك قطعوا يريشوا بيهم جدا لا اهتم هما لهين يحسبوا لي كيفاش باش يضروني وانا عليهم عري سوري سوري لهين ما اهم لهين حارب جودك يجي في الحياه المورا نعارك في مافيا تتلاجي كيما لاكا مورا ربي ملي في كل شي دار دوسي كعيلجي جدي مشهور بتخبيش وخويا حمادورا باهي نشوي في اللي حكمونا وهلكونا نحن والبلاد عايش عقدا للي ظلمونا وعقدا لكل قوي معذبهم قلبي جلد عويل نسمي بسم الله ونفحش وخلي قولا قلبك صح وما عادش يتوحش وما نفسه يحبوك تولي متوحش تتبدل وجه اي تتبدل وجه رجعنا مع عبدلي الشو تايم ورجعنا مع الجو الشيخات لكن كيما تعرفوا عبدلي ديما برونشي هاي تيك وتكنولوجيا انا لقيت التليفون الحل مع هواوي ايغريك 6 بي شدوا معايا التليفون اذي ايفاتو ريفوليسيوني ايغريك 6 بي تليفون ساعة مزيان وبيسون كيما تشوفوا طيارة برشا
واحلى حاجه فيه باش يحل لنا المشكله والبنكه اكبر مشكله كبيره في حياتنا شنيه ديما الشارجور والشارج طايحه نتاع التليفونات وكل بلاد عاد بتاع اعطيني شارجور وداخل قهوه براس امك اعطيني بريز طلع معك في الكهرباء شارجيلي وعندك شي درا شنو التليفون هذا بيدو هو يشارجي التليفونات تلمون البطاري نتاعو قويه وبيسونت تنجم تشارجي بيه اي تليفون والتليفون اذا ما يتسكرش البطاري نتاعو صعيب ياسر تطيح معناها ديما انت تبدا جوانيابل عبد تسالو فلوس تنجم تشري له التليفون هذا الا نجم يقول لك تاح لي شارج عرف به يحب الصناع نتاعو ما يتسكرش التليفون اشري لهم التليفون هذا ما يطيح الشارج وديما التليفون محلول والشارج ما تطيحش على خاطر ايغريك سي سبي هواوي هذايا هذيك اون باتري تري بويسونت دو 5000 ام ا هاش تليفون هذا يخليك تتفرج في 32 ساعة فيديوهات ما غير ما تقص ويشدك 36 ساعة اون فيديو معناها 36 ساعة ابل فيديو في 3 جيجا درام و 64 جيجا دو ستوكاج وفي اكران 6.3 بوس يعني اكران كبير ياسر هاكم تشوفوا الاكران هذايا من هنا معناها اكران كبير برشا تنجم وهذا الكل بقداش ما تخافش هذا الكل بسعر خيالي 499 دينار اكا هاو ان جرو برافو هواوي على الانوفاسيون وعلى البري التحفونين اذوما ونحب نوليكم لي كولور المزيانين هاكا تشوفوهم في الاكران فما البلو وفما كولور اخرى حلوه ياسر في الموف حلوه برشا زاده ودي كولور توندونس اي اونيك ونخليكم توا تتفرجوا في الفيديو نتاع هواوي التليفون هذا باش نقول لكم باش يكون ديسپونيبل في السوق ابارتير دو دوما ابارتير دو دوما غدوه لو 26 جوان ولكن زاده تنجموا تربحوه مع عبد اللي شو تايم كيما استنستوا الربح ديما موجود والايكريك سي سبيد هواوي هذا تنجموا تربحوه كيفاش سهله برشا تمشي توا تو تسويت تدخل باج هواوي موبايل تلقى بوست عبد اللي شو تايم تعمل كومنتير وتقول شنو أحسن حاجة عجبتك في التليفون وفي الحاجات اللي حكيتهم أنا الكل على البطري وعلى الشارج وعلى أعطيني خويا الشارجي وكجوة ذاك وإنتي جاوب وتنجم تطيح في القرعة وتربح إنتي التليفون لهواوي إيغريك سي سبي تليفون مزيان برشا برافو هواوي